السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم مصطفى، ازي حضرتك؟ طيب والحمد لله، من فضل الله في نعم من الله. سؤال على السريع عشان وقت حضرتك. سأل على السريع البطيء يا وحش. دلوقتي يا شيخنا، انا كنت حلفت حلفانات قبل كده كتير، تمام، وانا مش عارف عددها، فانا اجتهدت في العدد، قلت ممكن 50 60 الله اعلم. فانا اشتريت من كام يوم طن رز، تمام. حضرتك سمعني؟ اسمعك. حضرتك سمعني يا شيخنا؟ اسمعك الحمد لله. فانا اشتريت طن رز، بحيث ان انا دورت في مواقع الفتاوى الاسلاميه يعني والفيديوهات، عرفت ان هو اطلع نصف صاع يعني كيلو ونص رز لكل مسكين، فهل ده يجزئني من غير ما اطلع لحمه؟ لان بقى الموضوع مكلف قوي عليا. ده غلط. هذا الفتوى خطا. هذا ايه؟ هذه الفتوى خطا. يعني ما يجزئنيش ان انا اطلع لكل فقير كيلو الأول ونص؟ الاول ساسالك سؤالا بس، معلش، يعني هو طبعا معروف تحصيل حاصل، لكن احب ان اسال. هل كانت ايمان كاذبه، ولا كانت ايمان ستفعل كذا وتخلفت عن الفعل؟ والله يا شيخ بتبقى مثلا مثلا والله ادفع انا، والله تدفع انت، بس انا ببقى نيتي ان انا ادفع، يعني مش بتبقى كده اللي هو وخلاص. لا انا ببقى بحالف على اساس ان انا نيتي اعمل الحاجه. يعني عفوا، ايمان مستقبليه يعني مش كده؟ معلش يا شيخ مش فاهم سؤال حضرتك. يعني مثلا اذا انا قلت والله العظيم وعقدت اليمين من قلبي سأسافر القاهرة غدا، من قلبي والله لأسافرن إلى القاهرة غدا، قلبي منعقد ويميني بالله ومستقبلي وغير مكره، دي تكفر كفارة يمين. إيه الكفارة؟ اسكت اسمع اسمع ماشي مع حضرتك عشان تغلط. ما كفارة هذا؟ يمين مستقبلية آتية، والله لا أفعلن أو لن أفعل وفعلت مستقبلية، انعقد عليها القلب، انعقد عليها القلب، وأنت غير مكره، وهي بالله أو بأسمائه أو بصفاته. إذا خلفت هذه اليمين تكفر كفارة يمين. ما كفارة اليمين؟ إطعام 10 مساكين كل مسكين وجبة من طعامك المتوسط. طيب. أنت بتاكل يوم بطاطس ورز، ويوم تاكل فول مدمس وفول حريتي، ويوم تاكل لحمة، ويوم تاكل سمك، متوسطهم السمك مثلا. السمك ده ما بيجيلكش اللي كل أسبوع، أو اللحمة، فمتوسط أكلك سيكون البطاطس. 10 وجبات من طعامك المتوسط، مع اختلاف حتى للعلماء في المتوسط، هل أوسط الأفضل أو الأوسط المتوسط من أوسط ما تطعمون أهليكم؟ هننزل لك على رأي القائلين بأن الأوسط المتوسط. الرز مش متوسط، أنت يا حبيبي لا تأكل رزا فقط. أيوه صح، تأكل رز وبطاطس. يعني ممكن أكل مثلا الوجبة رز معها فراخ، أو يكون معها بطاطس، ربع فرخة نص فرخة، على حسب يعني. على حسب. خذ الوسط، خذ الوسط. أما إذا كانت على أشياء مضت تقول لا، أقول لك سافرت، قل لا والله ما سافرت، دي ما لهاش كفارة يمين، ده كذب. أيوه. ده كذب، عليك الاستغفار والعمل الصالح. أنت فهمت الكلام؟ أنا فهمت، بس حضرتك هقول لك، أنا هنزلك التفصيل بقى، خلاص اصبر. أنت تقول أنت متشكك كم يمين حلفتها، وهل كان اليمين منعقد؟ انت قيمتها بخمسين يمين صح كده؟ يعني 50 60 ستين يمين. صبرا يا حبيبي، 60 يمين، وانت كل يوم انت بتاكل كم فرخة؟ نص فرخة ولا ربع فرخة ولا ايه نظامك؟ متوحش ولا يعني ممكن يوم ربع، ممكن يوم نص، يعني انا مثلا شغال بروح مطعم باخد مثلا ربع فرخة او نص فرخة. بتطلب ايه في اللي مات؟ هنعملها، بطلب مثلا نص فرخة معها رز، او ربع فرخة ومعها رز. نص فرخة معها رز يا حبيبي. اذا عليك 30 فرخة، عليك كم؟ 30 فرخة، 30 دجاجة، وستة افراد، كل فرد بياكل كم رز؟ 5 كيلو ولا ربع كيلو؟ ماشي،
15 كيلو رز وربع فرخة، يعني ناخذ كم ربع فرخة، 15 فرخة على 60 يمين، و15 كيلو بطاطس ماشي، و5 كيلو طماطم، و60 رغيف. وجبة ممتازة يعني.